نروح لخبر ثاني مهم جدا، اعلنه امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن هنا عوده بقى الثنائي احمد عبد القادر وعمار حمدي للفريق الاول لكره القدم بالاهلي بعد لما انتهت الاعاره بتاعتهم لنادي هنا بنتكلم سموحه والاتحاد السكندري. واضاف امير توفيق ان عوده الثنائي ده مفروض ان هي جت بعد المستوى اللي ظهروا عليه في الموسم اللي فات، وفقا كمان لرؤيه الجهاز الفني ولجنه التخطيط وبالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب. واوضح امير ان الجهاز الفني بيحرص دائما على متابعه اللاعبين المعارين، وقال اضاف يعني وقال ان عوده احمد عبد القادر وعمار حمدي بتؤكد على نجاح سياسه النادي خلال السنوات الاخيره اللي بتهدف لاعاره بعض اللاعبين لاكسابهم المزيد من الخبرات ده قبل العوده مجددا للاهلي. فاعتقد ده خبر برده من الاخبار طبعاً الحلوه طبعاً. التوفيق ان شاء الله. وفكره الاعاره طبعا بتكون مفيده جدا او كتير جدا في بعض الاحيان، فعلا زي ما بتقال كده اللاعب بيروح يستوي ويرجع لك تاني. طبعا زي ما قلنا بيبقى في متابعه كبيره جدا من اداره الاهلي يعني لهؤلاء اللعيبه، ولما بيجي بقى وبيحين الوقت بيرجعوا مره تانية، فبيرجعوا اعتقد بيرجعوا بمستوى افضل بكتير. فبالتوفيق ان شاء الله للعيبه.